في محورين، محور تمكين المرأة صحيح، والمحور الثاني هتعملوا ايه في اصداراتكم خلال المرحلة الحالية والتحديات الجامة للصحافة، خاصة الصحافة الورقية والمطبوعة. اتفضلي. مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين وطبعا الزميلات اللي بيشوفونا والزميلات الحاضرين معنا. يمكن حضرتك بدأت من نقطة يعني أنا كتير جدا بنتكلم فيها وبالذات من خلال مجلة حواء، تمكين المرأة. احنا وده بقوله في كل مكان، احنا بنعيش العصر الذهبي للمرأة، العصر اللي خدنا فيه نتيجة لتقدير القيادة السياسية عدد كبير جدا من المكتسبات على طبق منفضة نتيجة للدور. طبعا دور المرأة موجود من 1919 لغاية دلوقتي، ولكن كان في بلورة وكان ملموس اكتر طبعا. لا في ال 19 ترجعي الايام زمان، ايام الملكات بقى ده مصر علمت العالم يعني ايه مرأة. لا هو اللي كان ملموس قوي بقى العشر اعوام، طبعا انت عارف طبعًا حضرتك الاحداث اللي حصل يعني عشناها، الاخوان والانتخابات الرئاسيه الاولى والثانيه والتعديلات الدستوريه ثم الانتخابات، كل دوت كان نصب عين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن اول ما تولى سيادته مقاليد الحكم في 2014 وهو وعد ان هيكون في تقدير، هيكون في مكتسبات، لان هو فعلا فعلا بيوقر المراه. وبنشوف في كل الفعاليات حتى من غير مناصب وتمكين سياسي واقتصادي قد ايه بيبقى فيه مشاركه، بيبقى فيه يعني احنا داخلين مثلا عيد تحرير سيناء امهاتنا وزوجاتنا من الزوجات وامهات الشهداء والقوات المسلحه والشرطه موجودة في كل الفعاليات، في تقدير وفي تقدير المرأة المصرية. عندنا تمكين ايه يعني ده ممكن الحلقة دي ما تقضيش، انتوا قاعدين لغاية بكرة. عندنا تمكين طبعا، اولا عندك تمكين سياسي، شفنا دورة 2015 البرلمان كان فيه 148 نائبة، دورة 2020 وده بيحصل لأول مرة، احنا طول عمرنا بنلعب على الكوتا والعدد القليل واللي بيتذبذب صعودا، لا ده احنا 2020 كمان وصلنا ل 162 نائبة. وشفنا الصورة الجميلة أكيد حضرتك فاكرها إن سيادة النائبة فريدة الشوباشي إنها تفتتح وعلى العالم وامرأة مصرية، يعني مفيش تقدير بعد كده. عندك سيادة النائبة فيبي فوزي وتوليها لوكالة مجلس الشيوخ. صحيح. عندنا ايضا التمثيل الوزاري، انت الاكثر من مره طبعا كانت المراه لفتره زمنيه طويله، طبعا مع احترامي للحقائب الوزاريه الموقره كانت موجوده اللي هي وزاره التامينات وزاره الشؤون، الان لاكثر من دوره، ثمان وزيرات ست وزيرات وفي تخصصات مختلفه وكلهن اثبتن جداره على ارض الواقع. عندك مناصب لاول مره، محافظات، رئيسات جامعات. عندنا طبعا وفقا لتوجيهات سياده الرئيس دخول المراه للنيابه العامه، هي كانت موجوده في النيابه ومجلس الدوله بالظبط، ده احنا كنا بنطالب ده فتره التسعينات وبدايه الالفيه، عايز حملات شوف حضرتك تقدير واحترام قد ايه. عندك زمره من المبادرات الصحيه اللي بتوعنا بال 100 مليون صحه وست المصريه صحه مصر ومبادرات اطفالنا في المدارس لمواجهه التقزم وضعف السمع والسمنة الى غيرها. عندنا حياه كريمه وتكافل وكرامه، كل دوت بيوفر فرص عمل. صحيح. وايضا بيحسن البيئه المحيطه بالاسره والمراه المصريه ككل. فاذا القصه كلها، ده انا بدي حضرتك امثله، عندك مجموعه من القوانين اللي اصدرت وغلظت لحمايه المراه من كل صور العنف. وخليني اكد على حاجه زي ما بقول في كل البرامج يا جماعه ولازم نقول ده تقدير من القياده السياسيه، ليه؟ انت ما عندكش ظاهره ارجوكم تشيروا كده، احنا دوله عاديه جدا، عندك حالات بسيطه فرديه بتطلع زي اللي موجوده في اي دوله ومع ذلك واقل كمان طبعا بالظبط. بدليل حاجه حضرتك بص احنا حاضرين معاك اهو، بتلبس عادي وبتخرج وبتمارس حياتك وبتشتغل عندك حالات فرديه لكن مش ظاهره. ومع ذلك كان عندنا ايه؟ قوانين لمواجهه تغليظ عقوبات واصدار قوانين لمواجهه الختان، التحرش، الزواج المبكر، الحرمان من الميراث. كان عندنا استراتيجيه متكامله واستراتيجية تمكين المرأة 2030 اللي أصدرها المجلس القومي للمرأة مشكورا بتوجيهات لسيادة الرئيس. هل إحنا شوف أنا بص أنا بختصر، هل ده كله لسه بنقول اللي هو تمكين المرأة في الصحافة والإعلام بس؟ لا إحنا معلش إحنا بنعيش عصرنا الذهبي على كافة المحافل.